تعادل سلبي بدون اهداف في شوط اول بين الاهلي والزمالك في شوط كان اغلبه في وسط الملعب، انعدمت فيه الخطوره على المرميين الا من نوادر يعني. شوط كان غالب عليه طابع الحذر والتحفظ من الفرقتين، وكان الفرقتين راضيين بالتعادل. كابتن اسامه، نتيجه منطقيه نتيجه احداث الشوط الاول. مظبوط، يعني هو لو كان جه جون كان هيجي، يعني مش عايز اقول بالصدفه، يعني بالتوفيق الكبير بقى، زي الكره الاخيره اللي ضربت في العرض. في حذر كبير قوي من الفرقتين، اللعيبه من كتر تحس عليها شايله عبء كبير قوي، مشدوده، فحتى حركه الجري الحركه تقيله هنا وهنا على فكره. يعني من عدد كبير، يعني تلاقي قليلين اللي خفاف شويه، يعني تحس هاني شويه خفيف، امام عاشور شويه خفيف، الباقي بقى المعظم في تقل في الحركه. النادي الاهلي ابتدى كويس، وفي كره خطر عبد القادر عملها لقفشه، حطها فوق العارضه ببطن رجله، كانت ممكن لو لبست. والكره الخطر اللي هي الاخيره، لا وفي تسديد الدونجا من نادي الزمالك. انا لسه بقى كنت هقول على الزمالك، والكره الاخيره اللي هي ضربت في القائم وخرجت كورنر. النادي الزمالك ليه تسديده خطيره جدا بتاعه دونجا، والشناوي تعامل معاها بيقظه وبراعه. اللعب معظمه في وسط الملعب، يعني فتره النادي الاهلي يستحوذ وبينقل في نص الملعب، ويمكن ديانج هو اللي ايه برضه مع هاني عنده حيويه شويه وعنده حركه، مش تقيل يعني. وبعدين السيطره تروح لنادي الزمالك ويبتدي ينقله، ولكن زي ما انا قلت لك بدون خطوره كبيره لا على عواد ولا على الشناوي. يعني نتيجه طبيعيه الشوط الاولاني، نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني باذن الله الشوط يبقى افضل، واكيد هيحصل بعض التغييرات، بس ما اعتقدش في البدايه، يعني ممكن بعد 10 دقائق ولا حاجه. كابتن عادل، الشوط دون المستوى كان واضح فيه الخوف والحذر من الفرقتين والبطء في نص الملعب، في ريتم بطيء جدا جدا. دي واحد. اتنين، الاطراف بتاعت الفرقتين ما بيهاجموش لانه عندهم حذر كبير قوي، مستكفين بالاطراف الاماميه اللي هم متمثله بزيزو هنا وعبد القادر هنا وحسين الشحات هنا. فانا بقول لك كابتن انه اهم نقطه في المباراه انك انت تصمم على هجمه معينه. العمق الدفاع اللي انت عامله واتكلمت فيه قبل المباراه عمق كبير قوي، انت موسع الملعب، عشان كده الكره الثانيه بتبقى اكتر لنادي الزمالك. ان اردت انك انت يعني تاخد المباراه من الشوط الثاني من البدايه، اعمل ضغط عالي من فوق بس وبحذر شويه، ولكن الضغط العالي من فوق، لان نادي الزمالك هو بيعتمد على لعبه واحده، بيعتمد على الكره الثابته بس، عاوز يروح يفنش هجماته كلها بكور لا كورنر لا اوت من الجنب علشان يعمل التنفيذ بتاع الكره الثابته بس. النادي الاهلي علي معلول يمكن ما بيزيدش النهارده كتير قوي، عشان كده انا بتكلم وبقول ان ممكن في حاله من الحالتين دول ممكن تلعب بثلاث سرد باكات في الوقت ده، طالما انت مش عاوز تعتمد على الاطراف وتخلي عندك حريه وزياده في وسط الملعب واحد تاني، لانك انت لو فضلت على كده او يعني المباراه رايحه لحته المفاجاه هنا او هنا. انت فاهمني؟ يعني مش هتبقى فيها، يعني انت قصدك ان دي مثلا مباراه هدف واحد. هي مباراه هدف الواحد، لانه في حذر وحذر كبير قوي من الفرقتين، ولكن اتمنى النادي الاهلي يغير من طريقه اللعب شويه. لو مش هيغير من السيستم اللي هو طريقه اللعب اللي بيلعب 4-2-3-1، فيغير في اداء الـ او في التنفيذ جوه الملعب، جوه الملعب بزياده الطرفين علي معلول ومحمد هاني، زياده كبيره قوي. لو مش هيزيدوا، ولو مستر كولر عاوز ما يزودش الطرفين، يبقى يكتفي بيلعب بثلاثه فلات، هتبقى افضل واحسن علشان تدي حريه الواحد كمان في وسط الملعب في الحته الهجوميه. ولكن انا ما بحبس دايما انك تغير السيستم بتاعك الا لما تشوف هل انت هتغير من ادائك ولا هتعمل ايه. فدي حاجه مهمه جدا وتكير. يعني كمان كلامك بيوضح او بيبين ان ممكن ما نلاقيش تغييرات من بدايه الشوط الثاني. يعني المفروض ان مش هيبقى في تغيير، لان الفرقتين ماشيين برتم واحد، الاثنين فرقه فيها بطء، يعني ما خلتش المدرب يبقى خايف من نقطه سلبيه عنده، فهو مش هيغير. ولكن انا بتكلم ان اردنا
ان احنا نفاجئ نادي الزمالك في الشوط الثاني، فيجب انك انت تعمل تغييره لتنشيط الناحيه الدفاعيه او تغير سيستم اللعب بالثلاثه اللي انا بقول لك عليها، وتنزل واحد في وسط الملعب علشان تخلي عنده حريه عند حسين اكتر في الحته الهجوميه، هو والناحيه الثانيه عبد القادر مع قفشه مع كهربا. طيب كابتن بلال، يمكن الحرص الزاد والاهتمام بالجانب الدفاعي خلال الشوط الاول بصوره مبالغ فيها اثر على اداء الهجوم. شوف يا كابتن ايمن، يمكن اللي خلى الماتش يعني يروح للحته دي مش بس اداء النادي الاهلي، لا اداء النادي الزمالك. النادي الزمالك زي ما اتفقنا بالماتش هيبقى متحفظ بشكل كبير جدا، مش عايز يدخل فيه اهداف. كان كمان واضح من بدايه الماتش الرهبه والخوف والقلق اللي موجودين عند لعيبه نادي الزمالك، ولكن يعني انت برضو بتلعب فرقه كبيره، يعني من الطبيعي ان هيجي وقت من الاوقات يمسك كوره، هيجي وقت من الاوقات يضغط عليك، هيجي وقت من الاوقات ان هو يحاول ان هو يوصل لمرمى النادي الاهلي، ودي طبيعه كره القدم، مش هتمسك المباراه وتلعب لوحدك، يعني اكيد هيبقى في ند للند. المباراه بس رتمها بطيء شويه جدا. احنا عشان نسجل هدف يا كابتن محتاجين ان احنا الكاونتر اتاك نشتغل التحول السريع أصلاً. يعني دي مشكله بالنسبه لنا، احنا لما بنقطع الكوره يعني بيبقى رتمنا هادي شويه، بنحاول ننقل من رجل لرجل لرجل لرجل، بنحاول نلعب يعني ايه السبب من وجهه نظرك؟ يعني هل ده فكر مستر كولر؟ لو فكر مستر كولر يبقى محتاجين ان احنا نغيره الشوط الثاني، لان انت عشان تسجل هدف لازم تستغل وانت بتقطع الكره من نادي الزمالك، تستغل يعني الـ يعني الربكه الدفاعيه اللي موجوده عندهم، وحصلت في اكتر من كره كان ممكن تعمل بيها خطوره، لكن انت برضو ابتديت تهدي الريتم وتبطئ اللعب وابتديت تلعب بالاستحواذ. الاستحواذ عشان تسجل منه هدف هيبقى صعب، لان هم بيلعبوا تقريبا في الحاله الدفاعيه 4-5-1، فقافلين قلب الملعب بشكل كويس، الكرات الثابته واضح انهم عندهم تفوق فيها عن النادي، سواء كانت اللي لينا او اللي علينا نوعا ما، احنا بنحاول نشترك، بنحاول ان احنا ناخد الكوره، لكن عشان تسجل هدف فرقه الزمالك لازم يبقى في سرعه التحول من الدفاع للهجوم، لازم يبقى في سرعه، لازم عبد القادر يبقى عنده انطلاقات، لازم حسين الشحات يبقى عنده انطلاقات، لو كهربا مكمل يبقى لازم كهربا يبقى عنده انطلاقات، لازم تستلم الكوره لقدام لما تقطع الكوره، دي الحاله الوحيده اعتقد في الوقت الحالي اللي تقدر تسجل منها هدف في الشوط الثاني. كابتن اسامه، وسط الملعب والاطراف تقريبا لم يكن لهم اي دور في الشق الهجومي، وبالتالي عدم الخطوره على مرمى محمد عواد، حلول مستر كولر للشوط الثاني؟ اولا الشوط الاول شوط اقل من المتوسط، الفريقين خايفين من بعض. اتمنى الشوط الثاني النادي الاهلي يبقى هو الفاعل، علشان النهارده لازم اخد المبادره بتاعه المباراه. احنا قلنا في مباراه سموحه الاهلي كان عنده حده بدنيه وضغط والتحامات وشراسه هجوميه في الناحيه الهجوميه، النهارده انا شايف في تحفظ شويه من احمد عبد القادر ومن كهربا ومن حسين الشحات. للاسف الشوط الاول كاملا 45 دقيقه احمد عبد القادر قافل على علي معلول على طول المباراه، فاتح المباراه ومسلم نفسه للمسلوسي، لازم يدخل لقلب الملعب شويه، هيسحب المسلوسي يفتح المساحه دي كاملا لعلي معلول يقدر يشتغل فيها. الحاجه الثانيه ما دخلش مع المسلوسي يقدر يبقى الثالث مع حمدي فتحي واليو ديانج وقفشه، يقدروا يعملوا مربع في نص الملعب، يقدروا يشتغلوا ويعملوا استحواذ. الحاجه الثانيه حسين الشحات محتاجه يشتغل اكتر من كده. النهارده قلنا نقطه ضعف الزمالك عبد الشافي، يقدر يشتغل عنده، يعني ممكن ياخد ويستلم ويروح واحد على واحد ويصنع مع كهربا. قفشه محتاج يسرع الريتم شويه في نص الملعب، دايما كل الاستلامات بنلعب الباصه القصيره، محتاج دايما ارفع عيني احط لاحمد عبد القادر بدل ما بيفتح ويشتغل لبره، لازم يقطع لجوه حته ما بين المسلوسي وما بين عبد الغني، لازم يشتغل فيه اكتر احمد عبد القادر. الحاجه الثانيه لازم يبقى عندنا النهارده من بدايه الشوط الثاني لازم يبقى فيه شراسه هجوميه في الالتحامات، عايز احسس نادي الزمالك ان انا عايز اخد الثلاث نقاط. بحيي رامي ربيعه، بحيي خالد عبد الفتاح، أدوا شوط أكثر من رائع في قلب دفاعات النادي الأهلي، بالرغم إن خالد عبد الفتاح أول مباراة ليه كمساك، لكن بيلعب السهل هو رامي ربيعة، الخطوط متقاربة، مفيش فلسفة ورا، الكرة المحتاجة تطلع بتطلع من أول مرة. صحيح. كابتن أسامة، توقعاتك للشوط الثاني، هل هنشوف شوط ثاني زي الشوط الأول ولا ممكن يبقى فيه تغيير؟ لا، هو الحذر هيبقى موجود برضه الفريقين برضه، إلا لو حصل الظروف منحت حد فيهم هدف مبكر، هيبتدي بقى التغييرات الهجوميه سواء هنا او هنا. هيبتدي ممكن الملعب بيتفتح، هتلاقي فيه مساحات، لانك الفرقه اللي هيجي فيها جون هتحاول تهاجم وتزود الجزء الهجومي، فهيبقى على حساب
الدفاع ونص الملعب الفرقه الثانيه اللي لو جه فيها جون هتلاقيها عندها نشاط ان عايزه تعوض. لكن انا شايف ان الماتش وكان الفرقتين مرتضين كده النتيجه دي. يعني كان تعادل مرضي للطرفين، يعني ما حدش عايز فيهم في حذر كبير قوي. فانا اعتقد انه هيستمر هيستمر الا لو حصل هدف في اي مرمى يعني. طب سريعا كابتن عادل توقعاتك للشوط الثاني. يعني انا اتمنى ان النادي الاهلي يزود في الريتم بتاعه والراجل يبدا يحط في اعتباره الضغط العالي هيبقى مهم وعدم المساحات الكبيره، واخر حاجه لازم تكير من الكور الثابته بتاع الزمالك. كابتن بلال محتاجين بس زي ما قلت يا كابتن احنا نسرع ريتم بتاعت لعبتنا، محتاجين نضغط على لعيبه نادي الزمالك في نص ملعبها عشان يبقى الاستخلاص من بدري شويه في نص ملعب نادي الزمالك عشان يبقى لينا افضليه، وعشان كمان التحول بتاعنا يبقى المسافه تبقى قريبه للجول. يعني ما ينفعش احنا بس بنضغط في نص ملعبنا، احنا سيبنا اوقات كتيره جدا سيبنا نادي الزمالك ان هو يستحوذ يخش ويباصي بساطه طوليه وبساطه عرضيه في نص ملعب النادي الاهلي. الشوط الثاني اعتقد مش هيبقى فيه تغيير من ناحيه نادي الزمالك، هو هيلعب بنفس طريقه اللعب، لو سبت له مساحه هيشتغل فيها، لو ما سبتلوش مساحه ابتدي يشتغل على الكرات الطويله اللي من ورا ناحيه الاثنين الباكين علي معلول ومحمد هاني. هو واضح ان هو دلوقتي بيلعب على حاجتين، يا تصويبه من بره المرمى او كره ثابته بيشتغل عليها، تصويبه او كره ثابته، فاهم قصدي؟ فاحنا لازم بقدر الامكان في الكرات الثابته نبقى لازم محرصين بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب كابتن اسامه اخيرا الدكه هيكون ليها دور الشوط الثاني؟ اكيد كهربا اكيد مش هيقدر يعني اللياقه البدنيه بتاعته مش هتستوعب 90 دقيقه، ممكن محمد شريف يبقى ليه دور، طاهر محمد طاهر يبقى ليه دور الشوط الثاني، وايضا مروان عطيه في وسط ملعب النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.